أنا أريد أسأل في السؤال الكل شريف بالموصل وعنده غيرة أنه بيته يقبل هاي الإسيان أو يقبل هاي المهزلة عندنا دائرتنا جاية دائرة الكهرباء يوميا خمسين ستين واحد يصلون يخوضون بالمي يلا يفوتون على الجامع فهذه لا أمروة ولا غيرة ولا أبد فالناشد كل واحد خير وعنده غيرة على الله وعنده خيرة على الإسلام يجي يبطل يبطلنا هذا الشارع ويشيل الانقاذات من يم الجامع قدمنا طلبات من 2002 إلى مديرة بلدية نينوى إلى المهندس وقتها كان يحيى الحجار وبعدين الأستاذ أبو جهاد وطلع كشوفات وقال لي تروحون إلى الماء والمجاري وطلعنا كشوفات من الماء والمجاري فكل دائرة ترميني على دائرة ولي حد الان من 2002 ولحد الان لحد الان ما تنفذ كل شيء فاحنا نطالب من الجهات المختصه والخيرين بهذه المدينه الطيبه ان يقومون بالواجب وهذا بيت الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله الف خير من منطقه حي الوحده وعندنا جامع والاوساخ المحيطه بالجامع وجماعه الكهرباء يعني بوقات الدوام يجون يصلون فيخوضون بالماء وعندنا القاعه بين فتره وفتره متى تأجر يعني يصير رجل عليها فما يقدرون تتراكم الاوساخ والسيارات فيصير في وسخ على الجامع شوف انت هذا الجامع والمنطقه المحيطه بالجامع كلها اوساخ صيان وطين يعني اي مصلي من من سواء من دائره الكهرباء او من البيوت يجي للجامع لازم يخوض بالماء وبالصيانات وهو نسأل يعني لو لو مثلا اكو بيت مسؤول هنا هذا الشارع يصير هيك او المنطقه تصير هيك اذا ما كله بلطوها وكملوها بس لين منطقه يعني فقره قدمون الجماعي المنطقه يقدم طلبات على الدوائر ومن دائره لدائره وماكوش ماكو ناتج كله يعني ايه ودائره لدائره وكتاب وكتاب وكل شيء ماكو